أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الأطهار الميامين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمرون معكم أيها الأحبة الكرام، يا من أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم بعلم مؤلف هذا الكتاب الذي جعل حياته في التأليف وفي خدمة الناس وفي تبليغ الدعوة الإسلامية، وكان أثر ذلك ممتدا إلي وإلى غيري ممن يأتي لاحقا. عنيت بذلك سلطان المؤلفين الراحل المرجع السيد محمد بن مهدي الشيرازي طيب الله ثراه، الذي نحن نعلق ونشرح كتابه الفضيلة الإسلامية مستفيدين من هذا الكتاب القيم، لنبث إليكم عناوين قيمة تساعدنا جميعا إلى الوصول حيث أمرنا الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم الصلوات التامات. الإنصاف عنوان لطالما سمعناه. الإنصاف شيء جميل لطالما تأملناه. الإنصاف عمل يحتاج جهدا لطالما انتظرناه من الآخرين أو من أنفسنا. جدير أيها المؤمنون بمن دخل الإسلام المحمدي الأصيل أن ينتهج على منهاجه وأن يمشي في سبيله، وإلا فليس المسلم بمسلم في العنوان، إنما المسلم في تطبيقاته لمفاهيم الإسلام. من أفضل المثل الإسلامية التي يجب على كل فرد مؤمن أن يتحلى بها هو عنوان الإنصاف. لذلك نجد أن الإسلام رصد أحاديث كثيرة على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وعلى لسان أهل البيت عليهم السلام، وقبلا تحدث الأنبياء عن ذلك، وبعدا تحدث الحكماء والأولياء والفقهاء عن ذلك. أنا أذكر لكم بعض الأحاديث وأعلق، وفي كل حديث أحاول أن أعطي مثلا عمليا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: يا علي، ثلاث من دقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. هذه الصفات الثلاث أحدها أو إحدى مفرداتها تتعلق في بحثنا، والمفردة التي عنيت إنصاف الناس من نفسك. كيف ننصف الناس من أنفسنا؟ أنت اليوم من تجي تريد الخير لنفسك ولبيتك ولعائلتك لزوجتك لأولادك، من تجي تبتعد عن أمر سيء لا تجعل الآخرين يقعون فيه. مثال: اليوم أنت خرجت إلى ساحة من ساحات العمل، أو إلى ساحة من ساحات الترفيه عن النفس، أو إلى مكان استلذيت فيه الأطايب من الطعام، وأتاك فقير أكان من قريب، لأنه نحن عندنا بعض الفقراء يكونون ذا قربة، مثل الأب، مثل الأم، مثل الأخ، مثل الأخت، مثل العم، مثل العمة، مثل الخال، مثل الخالة، الأقربون أولى. وفي هذا المكان رأيت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وكذا وكذا،
وحينما أتى آت من كل هؤلاء ليفعل مثل ما فعلت جرت عليه ونهرته وزجرته ومنعته ولم تنصف من نفسك، لأنك إن أنصفته من نفسك كما فعلت أنت هو يفعل، دام أن المعطي هو الله سبحانه وتعالى ودام أن الحكم الشرعي واحد لكم جميعا في هذه الموارد. أهل البيت صلوات الله عليهم علمونا أن ننصف عدونا. إذا كان عدوك قويا قل إن عدوي قوي، أنصفه قل حقيقته. إذا كان أخوك في رفعة من شأن ما قل أخي في رفعة من شأن ما، ولا تأخذك الغيرة أو لا يأخذك الحسد إلى مكان نهاك الشارع عنه. نحن تحدثنا بالحلقات اللي قبل عن هاي الأمور وعن هاي العناوين، يعني ما تخلي عنوان آخر دخيل كالعجب بالنفس أو الكبر والعياذ بالله ياخذوك إلى مكان لا تنصف فيه الإنسان الآخر. قال صلى الله عليه وعلى آله: طوبى لمن طاب خلقه، طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيته وصلحت سريرته وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه، كما وقال صلى الله عليه وعلى آله: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك. إذا نظرنا إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي نتجت عن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نجد أنها تؤكد على هذا المعنى أن ننصف الناس من أنفسنا. اليوم زوجتك في المنزل، أنصفها إذا تعبت، أنصفها إذا جاهدت، أنصفها إذا كدت، أنصفها إذا أخطأت، أنصفها من فعلها، وضع نفسك مكانها. أنت اليوم من تكون منصف، أنت اليوم من تكون تعرف هذا العنوان، أنت اليوم من تطبق هذا العنوان، أنت دخلت في رحابة نورانية كبيرة، لأنك أصبحت منصفا، أصبحت معنونا بهذه العناوين التي سنها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إلا أنه من ينصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إن إذا أنت أنصفت الناس من نفسك كان الناتج أن الله تعالى يزيدك عزا، ومن أعزه الله تعالى لا مذل له. هاي بعض بركات. أنت اليوم بتقول أنا إذا أنصفت الناس شو إلي، هذه بعض البركات. الله تعالى يعزك، وإذا أعزك الله تعالى بعد مين في يذلك؟ خبرني مين في يتجرأ عليك. وقال حفيده الإمام الصادق سلام الله عليه: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقرا، وأفشي السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا، وأنصف الناس من نفسك. هذه الأربع بأربعة بيوت في الجنة، وهذه البيوت في الجنة لمن أدرك معنى الجنة، هذه البيوت نحتاج نحن إلى حجر منها. يعني المسألة أيها الأحباء أيها الأخوان مش مسألة أنه كلام وصف كلام
وموعظة، لا، مسألة لازم تكون تطبيق. أنا عم بعطيك المفتاح، عم ذكر نفسي، وبعدين أنت لازم تطبق، أنا لازم طبق. الإنصاف أيها المؤمنون يقربك حتى من عدوك، ويحترمك عدوك. الإنسان بطبعه يحاول دائما أن لا يدين نفسه، ونحن مأمورون بأن ندين أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا في كل يوم، لأنه إن أدنا أنفسنا عرفنا خطأنا، غيرنا، صححنا، تبنا، وإن لم نغير وإن لم نتب كنا من المعاندين، والمعاند لا ينصف نفسه ولا ينصف الناس من نفسه. أيها المؤمنون، أختم بحديث للمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبه تكون الفائدة: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره. إذا أنت أنصفت الناس، إذا أنت أنصفت زوجك، إذا زوجك أنصفك، إذا ابنك أنصفكما، إذا أنت أنصفت خيك، إذا أنت أنصفت جارك، إذا أنت أنصفت زميلك بالعمل، إذا أنت أنصفت خصمك وكنت منصفا، حكمك خصمك بقضيته. ومن وصل إلى هذه المرتبة كان في عين الخلق والخلائق راقيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.